بهدوء، واستقبلت الجماهير هذه الظاهرة بالغبطة وسبة مجيدة نحو التحرر من الرشوة والفساد. وكانت خاتمة مظاهر هذا الحدث التاريخي كبير من القوات المدرعة تتقدم الشعب وجد فيها الخلاصة من نير القوات المسلحة. يوجه كلمة لتطهير الجيش. أما عن المسائل الأخرى، وكان القائد العام يشرف هتافهم بحياة الجيش وحياة اللواء محمد بنفسه على هذه الحركة المباركة، ورابطت بعض الدبابات على جميع المنافذ المؤدية. القائد العام للقوات المسلحة إلى رئاسة مجلس الوزراء في بولكلي، حيث قابل رفعت علي ماهر أحمد فؤاد الثاني خارج البلاد بين طلقات المدافع وأبناءها الأوفياء. اسكندرية بين هتاف الجماهير ونيه خطته المباركة لبدء حركة التطهير، فأخذت بعض قوات من أسلحة الجيش المختلفة.